في نقل مباشر من سوريا، كنا عم ننقل وقايع نقل جثمان الفنان الراحل صباح فخري من المستشفى استعدادا للدفن اللي راح يصير اليوم باستعدادات رسميه بوجود النقابه الفنيه وزملائه الفنانين. معي بهاللحظات الاعلاميه رابعه، راح نستذكر نحن وياها لما كان ضيفنا وكان ضيفه ببعدنا مع رابعه الفنان الكبير صباح فخري. صباح الخير رابعه. صباح الخير نسرين لكل المشاهدين. أهلا وسهلا رابعة، خبريني هيك عن طلة صباح فخري ببعدنا مع رابعة، وكانت هالطلة يعني كتير استثنائية، خصوصا أنه اليوم عم يستعمل منها مقاطع جدا على الهواء. صحيح نسرين، طبعا عزائنا للسوريين وللحلبيين وللعالم العربي أجمع ولكل متذوقي الفن الأصيل والقدود الحلبية والموشحات، طبعا العزاء لهم. واليوم اكيد استاذ صباح يعني عم يوارث ثرى الى مثواه الاخير بحلب اللي عشقها واللي طلع منها واللي قدم لها كثير ونشر صورتها او عظمتها عبر فن صوته الى العالم. كان حقيقه نسرين يعني بعدنا مع رابعه كانت حلقه تكريميه لصباح فخري، ولكن نحن بنعتبر انا وفريق العمل واكيد تلفزيون الجديد انه نحن تكرمنا وقت اللي عملنا هيدي الحلقه لصباح فخري بحضوره وبحضور اصوات يعني كانت بتليق فيه، غنت له غنت اهم اغانيه. نحن دائما نخلط ما بين التراث وما بين صباح فخري، وهيدا الحلو هالقد هالانسان بفنه العظيم وبجهوده وبصوته قدر يعني يتمازج مع او يتوحد مع التراث حتى نسينا نحن انه هيدي الاغاني هل هي لصباح فخري ام هي اغاني تراث بتحسيها فعلا انها صارت تراثيه. هي تراث بس نحن صرنا نفكرها لإله قد ما هو عطاها وقد ما جدد فيها وقد ما قدمها بطريقه حلوه. الحلو بصباح صارت اذا بدك رابعه صارت مدرسته كانه يعني يلي من بعد الاجيال كلها تاثرت فيه. طبعا والحلو يعني اللي بنقدر نقوله عن صباح فخري انه هو مش بس حافظ للتراث، يعني هو ما اجى جاب التراث حفظه وغناه، صباح فخري جدد بالتراث، توحد مع التراث، قدم كثير واضاف كثير، وهيدا بعتقد رح يستمر لاجيال واجيال يعني سواء بموضوع القدود الحلبيه او بموضوع الموشحات. نحن بنقول الله يرحمه، كان عن جد بالنسبة لإلي يعني إضافة كثير كبيرة لمسيرتي الإعلامية، كانت من أحلى وأجمل الحلقات طبعًا اللي عملتها بحياتي، إنك تقدري أنت تكرمي إنسان بحياته أو مش تكرمي يعني تقدمي له تحية وفاء، وفاء لأجيال وأجيال. ويعني أنا الله يرحم ماما بتذكر كانت مصابة بالألزهايمر، كنت لآخر لحظة تقريبا كل ما بدي ذكرها بشيء غني لها يا مال الشام تغنيها، فشوفي قد ايه مطبوع بالذاكره. طبعا هيدا بالنسبه لي يعني شيء شخصي، ولكن بدل على اهميه هالانسان واهميه هالفن واهميه قد ايه ساكن بوجدان يعني الناس طبعًا. يعني اللي بتحب تسمع طبعا. رابعه بدي اتشكرك، وان شاء الله الجديد بترجع بتعرض هيدي الحلقه، ناطرينك ببرنامجك الجديد. تسلمي نسرين، شكرا كثير. شكرا رابعه الزيات.